السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، نصيحة أقدمها لكل من ابتلي بمرض روحي أو الشكوك بالإصابة بمرض روحي. الله سبحانه وتعالى جعل بيننا وبين الجن حاجز لا نراهم ولا يرون من حيث لا نراهم، ولو كشف الغطاء، وكلنا يعلم أن كل بيت له عمار وأن الشياطين تسكن في الحمامات وغير ذلك، لو فتحت باب الحمام ورأيت أن فيه جن وشياطين لهربت. من رحمة الله سبحانه وتعالى جعل بينه وبينهم حاجز وحجاب وستر. فإذا دخل الإنسان في باب العلاج القرآني وبدأ يبحث عن حالته وعلم أن هذه إصابة عين وأن هناك أعراض مس شيطاني بسبب العين أو بسبب خادم سحر أو غير ذلك إن أصيب، كأنها تفتح له بعض الأمور. فنحن نقول هنا: علمت ماذا عندك، المفروض أنك تبدأ ترجع إلى وضعك الطبيعي ومستواك الطبيعي الذي كنت تعيشه مع الاجتهاد في العلاج بدون أن تبحث في شيء وبدون أن تنظر في شيء. ليس معنى هذا أنك لا تبحث عن العين وأسبابها وكيف تتخلص منها، لا، ابحث، لكن لا تجعل هذا شغلك الشاغل. مثال هذا ماذا؟ الإنسان الذي يعمل في المختبرات، تجده إذا نظر في معمله ورأى تلك الجراثيم والميكروبات وهذه الأمور، ويعرف هذه ماذا يكون منها وهذه ماذا يحدث منها، إذا خرج مع أناس من زملائه وأقاربه وجاء غبار أو تلوث في الجو، ماذا تجده يصنع؟ يضع يده على أنفه أو يخرج كمامة أو يعمل هكذا حتى يعني لا يصاب بمثل هذه الميكروبات. من حولهم ماذا يقولون له؟ يقولون: ماذا بك يا فلان؟ يقول: أنتم ما تعرفون الميكروبات التي تتولد في هذا الجو واسمها كذا يحدث معها كذا. ماذا يقولون عنه؟ يقول: يا أخي، يعني لا تزودها، أو يعني هذا كلام، يعني أنت موسوس، ليس لهذه الدرجة. هم ما يعرفوا، هو يعرف لأنه رأى. ولكن نحن نقول لمثل هذا، لأن بعضهم وصل أيضا من مثل هؤلاء الذين يعملون في المختبرات، وصل به الحال أنه وسوس وأصبح دائما يعقب يده، الجو ملوث، الآن ما أخرج، ما أكل هذا، فلان مسكه بيدي، يدخل في وسوسه البعض. نحن نقول حتى ما تدخل في وسوسه لابد أن ترجع لمستواك الطبيعي. صحيح أنت رأيت وتحتاط بالقدر الصحيح، هناك حفظ لله سبحانه وتعالى لعباده، حتى الكفار نعم عندهم حفظ من الله سبحانه وتعالى بغير حفظ المؤمن الذي يكون فيه شيء آخر. فهنا نحن نقول للمريض: إذا أصبت بإصابة لا تجعل أن محيطك والجن حولك وكل شيء انتهى والأمور عادت صفر أنك مهدد بالانقراض والموت لن تتحرك لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتمشي وتغلق الجانب الذي أنت علمت فيه، خلاص عرفت أعراض السحر، أعراض العين، الشياطين يؤذونك، علامات في البيت، أشياء تظهر، أشياء تراها، أشياء فقدت، الحمد لله، لكن أنا أمشي وما أنظر إلى هذه الأمور وأكمل مسيرتي في علاجي ولا ألتفت. بهذا ستخرج بإذن الله تعالى ويكون العلاج سريعا. وأما إذا بقيت تنظر وتقول: ماذا حدث الآن هنا؟ والآن سمعت صوت في الحمام، إذا دخلت في الحمام كان كذا، وأنا غلقت الباب، من الذي فتحه؟ باب غرفة النوم أغلقتها بالمفتاح، الآن مفتوحة، وكانت يعني مفتوحة والآن مغلقة، من أغلقها؟ ما يوجد أحد في البيت. لا تلتفت إلى مثل هذه الأمور حتى وإن وقعت أمور غريبة، لأن هذه الأمور تضعفك ويقع معها الوسوسة ويقع معها الأذى الحقيقي على الإنسان. يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى: أكثر أو أول ما يبدأ به الساحر أو الشيطان مع الإنسان ينظر إلى نفس هذا الشخص. المقصود إن كانت نفسه ضعيفة ولقي قبولا أو محلا لوسوسة الشيطان والساحر، كان بعد ذلك الأذى الحقيقي. بدأت الوسوسة
والأصوات والأشياء وجدت عندك قبول خفت منها، يبدأ الأذى الحقيقي من الساحر أو من الشيطان. ما وجد عندك قبول، قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما يهمني حتى إبليس، إنك إذا الشيطان كان ضعيف وتمشي، تحدث أشياء، تسقط أشياء، تقع أشياء وأنت تمشي، قل له هذا قلب قوي ويذكر الله، ما يستطيع بإذن الله تعالى عليك سبيلا. وإن كنت من المصابين ومشيت بهذه الطريقة ستختصر المسافة على نفسك بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الحفظ والرعاية من الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.